طيب كابتن عادل، من هذا المنطلق خلينا نتكلم على السداسي شويه. السداسي اللي ما زال ما تقررش امره، السداسي اللي ما زال يعني خصوصا احنا ما زال تو يعني اعتبر فريق الاهلي طرابلس ما زال عنده 5 مباريات مؤجله وحيلعبها وحيوصل لمنتصف شهر 6 تقريبا بالمباريات المؤجله جلها اعتقد. نحن هنكمل يوم 23/6 بالتاريخ. طيب. يعني لما نقول الكلام هذا يبقى نحن المسابقه ما عندناش عليش، ما عندناش عليش قايمه. يعني محدد هو. هو اصلا محدد. ايه؟ هذه اللائحه والنظام المسابقه محددين فيه نحن المسابقه، مرحلتين ذهابا وايابا. ايضا في ملعب محايده، هذا في حاله ان احنا اقمنا السداسي داخل ليبيا. في حالة وارد هو الشيء هذا كابتن، وارد ان السداسي بنسبه قداش؟ اعطيني كابتن انه هو حيقام هو في قرار ليبيا. قرار المسابقه مش تبقوا فاهمين، قرار المسابقه هو داخل ليبيا، هذا مفروغ منه. نحن بحثنا واتحاد الكرة رغم من اختلاف الكثير من الاراء حول اللعب خارج الديار، يعني في من يرى انه هو سياده وطنيه زي ما يقولوا، طبعا الموضوع ما له علاقه بالقصص السياسيه، هذه كوره يعني. في من يرى من فكره ان هذه جديده وفكره جديده وكويسه، وفي اللي يراها انها حتكون بدعه، وفي كل من حد يرى. نحن وريت مش واضحين مع بعضنا. الجانب الامني عندنا مشكله شوي. الجانب الامني في الملاعب هش. ليش؟ يعني من منطلق المباريات حساسه. حساسه ومباريات خطيره، وهنا نظريه المؤامره عند الكل. مش نقول لك هش. انت مش تصدر قرار، بس تصدر عقوبه، اعرف روحك انك متهم، رغم ان هذه العقوبه من هذا الكتاب، من هذا السجل او الكتاب والله لائحه الجزاءات. هذه العقوبه من لائحه الجزاءات، يعني ما فيش حد يفكر من راسه، ما فيش حد يبدع. كل انسان واتي. واحد تصير اي مشكله تصدر اي عقوبه باي شكل من الاشكال، التهم واتيات، حتى جدول المباريات. احنا نزلنا جدول من هنا، واحد الاعلاميين يقول انتم شله ما شله ودا مش عارف شنو. خلينا نرجع لبيت القصيد كابتن، مكان والزمان كابتن. القرار واطي، قرار اصلا هو الانديه كلنا عندنا هذا القرار. و الانديه يعني خصوصا الاربعه تو كيف الاربعه مش الاربعه عندهم قرار ان السداسي حيلعب في مكان فلاني. لا هو مش الاربعه، هو المسابقه ما انطلقتش الا محدد فيها. شوفوا اسحب القرار، باعطينا المكان كابتن. الناس ملاعب محايده بيعرف مكان زمان السداسي. يا مهند يا مهند، ما نقول لك نبي واحد يقول لي ثلاثه. القرار في ملاعب محايده ذهابا وايابا، في ملاعب محايده. شو نعطيك مكان كيف؟ هو مثلا على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال نعم الاخضر من اتحاد فرع جبل الاخضر صعد فريق من المدينه من طرابلس. نعم المباراه الاولى في ملعب الاخضر، حتكون في المنطقه الشرقيه لكن مش في الملاعب اللي يخصها جبل الاخضر، حيكون في بنغازي، حتكون في اتحاد فرع خليج سرت بهذه الكيفيه. والعكس مباراه مع المدينه مثلا الاخضر حيلعبوا في اتحاد فرعي بصراته او اتحاد فرعي المنطقه الغربيه، واضح الموضوع وسهل ما يحتاج. لكن كثره الحوار والنقاش كل ما كل لقاء احكوا لنا على السداسي وهو في قرار محدد. اذا كان نحن مضطرين، احنا عارفين كابتن عادل ان اللائحه تقول ذهاب واياب، وعارفين ان السداسي يلعب يعني بنظام كل فريق في ارضه، نعرفوه هذا كابتن الكلام. لكن تكلمتوا كاتحاد كوره قلتوا ان السداسي حيكون خارج ليبيا في يوم من الايام. كويس. واليوم ما زال مش مؤكد انه هو يكون خارج ليبيا او داخل ليبيا. يعني تو نحن خلينا نتفقوا على شيء، نتفقوا على مبدا ان القرار في ليبيا. تمام؟ نجو لو وصلنا للامكانيات. لو وصلنا للامكانيات والحمد لله حنوصلوا للامكانيات. ان نلعبوا خارج الديار. تمام. على بركه الله افضل واحسن واسرع. لان احنا تو امام سباق مع الزمن. امام قائمه ولا قائمه افريقيه، ومطلوب ان احنا نسرعوا في مسابقتنا، يعني اي تاخير. اما كون وجهه نظري الشخصيه مش كرئيس لجنه مسابقات ولا اتحاد كوره. اما كون في انديه عبيات على اساس ان اللي خذاها عام اول واللي خذاها ولد عام اول يبقى يشاركوا ديما، يفترض اما يكونوا نحن مشاركين فعليا بجداره، والله ما فيش داعي نشاركوا عندنا. شو شروطي؟ مش داعي نشاركوا. ما دام نحن نعطل في دورينا ونتعمد كانديه ان نحن نمسك في اللوائح ونمسك في كل نقطه، حتى موضوع بسيط نمسك فيه، خلاص علي بهن. نحن من ندير المسابقه وننظف المسابقه، ليس خوفا
وليس ضعفا، لكن هذه اللوائح، هذه اللوائح هذا نحن حاكم فينا، واللي ما نقدرش نتجاوزوه القانون، النظام الاساسي، اللائحه، لائحه الجزاءات، القانون، لا ما نستطيعش نتجاوزه لا انا ولا حد منا نحن. وبالتالي هذه الاشياء وهذه المشاكل يفترض ان يتم تعديلها بحيث تتماشى، تعرف القوانين الوضعيه والوضع اللي نضعه فيه الاشخاص، يفترض تتماشى وتتعدل في اي وقت من الاوقات، وتتعدل مع الملاحظات اللي بعطيني نسبه كابتن امكانيه لاعب السداسي يدخل ليبيا ولا خارج ليبيا، نسبه وتناسب. هو اتفقنا على داخل ليبيا ولا؟ ايه كويس. توفرت امكانيات حيكون خارج ليبيا. ويكون انت مش حتعطيني الشافي اليوم مرحله واحده. انت متفق اليوم انك انت مش حتعطيني الكلام اللي يفيدنا. بالعكس يا بندر، هو ايه. هو نحن كلنا نسعى انه يكون خارج ليبيا. ايه. كل الجميع يسعى انه يكون خارج ليبيا. نكذب عليك نقول لك لا. لا واخرى مصرين اصرارا على هذا الموضوع. احيانا شن صار في قطر باي كابتن عادل؟ احيانا الموضوع قطر تتحكم فيه ظروف مهمه. البدايه كان فيه انا بروحي في شهر رمضان وكلجنه ودرنا اجتماع عن طريق الزوم مع الاخوه القطري الاتحاد القطري وكان فيه يعني ملاحظات وتوقيت الوقت انت اللي تخليني الانديه ما بنش يلعب الانديه دارت الانديه ابلغ اتحاد الكره بسبقات قال ان احنا ما نبوش نكمل الاسبوع الثامن اللي اجلنا. كابتن عادل توقف شويه، قلت ان احنا نبغى الدوري السداسي خارج ليبيا وباصرار، يعني وكانه مستحيل يقام في ليبيا. لا مش مستحيل. وين قصدك؟ في ليبيا. يقام في ليبيا، نديروا حتى هنا تو في نادي علي في ملعب علي الزقوزي، شنو المشكله يعني؟ فالاخير بكر كم نلعب من الستينات ونحن نلعب في ليبيا. لكن قصدي احنا محكومين بوقت افطن يا مهند. فتره اللي عندنا مشاركات افريقيه. اللعب داخل ليبيا يبي وقت، باش ينتقل الفريق من الشرق للغرب يبي تعطيه 5 أيام إلى 6 أيام، على عكس مديرة برا تجمع يعني. مديرة برا تجمع كله معسكر، كل 48 ساعة تقدر تلعب مباراة، كل 72 ساعة تقدر تلعب مباراة، وهذا هذه ميزة. هذا ممكن الميزة هذه تساعدكم أنكم تتموا الدوري في وقت معين. بحاجة أخرى أنك أنت لما تديرها في الخارج حنمشي بمرحلة واحدة مش بمرحلتين. ما عادش في ملاعب محايدة وما عادش في مشكلة انك العب عندي والعب عندك، هذه الأشياء هي النقاط المهمة اللي نحن مركزين عليها، لكن مش كون ان احنا ما نقدرش ما نلعب نديره في أكيد هو نقدر نلعبه، لكن إمكانية ان احنا نلعبه ولا لكن هنا ومع مع الوقت هذا اللي توا اللي المفروض علينا المفروض نكمله. وأنت عارف ربما الاتحاد الأفريقي يمشي معك لعند 27 وبعدها ما عادش يقدر يمشي معك بهذه الكيفية وحصلت العام الماضي. تمام، يجب ان احنا كلنا نتضامن من اجل ايش؟ من اجل نخلصوا دورينا في التوقيت المناسب وفي الزمن المناسب. هذا الموضوع يتطلب تفهم الانديه لهذه المرحله وحساسيه الوقت. بس اما كل شيء البرامج راه كل سهلات، الخطط كلها متوفره، الافكار فيه مش عندنا احنا، يصير عند 60,000 واحد يقدر يعطيك فكره ويقدر يعطيك راي يعني. لكن الانديه عليها ان تصل لقناعه ان التعطيل هذا راهو مش في صالحها هي. لابد ان احنا نكمل دورينا بشكل سريع